الأرجنتين بدلا من فلسطين أرضا لإسرائيل، ما الحكاية؟ تعود القصة لثيودور هيرتزل المعروف بأبي دولة إسرائيل، فهو الملهم الأول وصاحب فكرة إنشاء وطن قومي لليهود. كان يفضل الأرجنتين أرضا لإسرائيل بدلا من فلسطين، فما الذي غير البوصلة؟ كان هيرتزل الذي ولد بالمجر لأسرة يهودية يعمل مراسلا صحفيا بباريس، وبطبيعة عمله تابع قضية درايفوس عام 1894، وهي فضيحة سياسية أدين فيها نقيب يهودي بالجيش الفرنسي بتهمة التجسس لألمانيا. تأثر هيرتزل بهتافات الموت لليهود من الحشود التي تجمعت لمشاهدة إعدام الضابط اليهودي، وذكر حينها أن قضية درايفوس جعلته صهيونيا. دوافع هيرتزل لم تكن دينية مطلقا، فهو علماني، لكنه تأثر باضطهاد اليهود بأوروبا وأراد أن ينهي معاناتهم، فولدت فكرته بإقامة وطن لهم. لاقت الفكرة استحسانا من اليهود وممن أرادوا التخلص منهم، ووقعت الخيارات بين الأرجنتين وفلسطين. لكن لماذا كان هيرتزل يفضل الأرجنتين؟ من وجهة نظره الأرجنتين تشبه أوروبا أكثر من فلسطين، وهذا يسهل ويسرع عملية اندماج اليهود فيها، والأرجنتين أبعد جغرافيا عن أوروبا من فلسطين، ما سيبعدها عن مشاكلها السياسية والعسكرية، هذا عدا عن الصعوبات التي سيلقاها من الدولة العثمانية التي كانت تحكم فلسطين آنذاك، وأيضا احتمالية الصدام مع بابا الفاتيكان نظرا لحساسية المنطقة بالنسبة للمسيحيين. لكن ما الذي غير بوصلة هيرتزل نحو فلسطين؟ ولماذا بات إصراره عليها أكثر بآخر أيامه؟ يقول هيرتزل بمذكراته: إذا أخذنا فلسطين ستكون جزءا من استحكامات أوروبا بمواجهة آسيا، وسيكون من واجب أوروبا حينها أن تضمن وجودنا، لذلك سوف يدعم الغرب فكرة دولة يهودية بفلسطين أكثر من الأرجنتين، حفاظا على مصالحهم التي سيحفظها بالمقابل وجود دولة إسرائيل. ثانيا، العاطفة الدينية لليهود تجاه فلسطين، فاليهود متحمسون لفلسطين أكثر من الأرجنتين باعتبارها أرض الميعاد، وهذا يسهل تهجيرهم ويعطي المشروع طابعا دينيا. هذا جعل فكرة فلسطين تترسخ برأس هيرتزل، وعام 1897 تزعم المؤتمر الصهيوني الأول، وأسس المنظمة الصهيونية العالمية لإقامة وطن لليهود، وأخذ يسعى لكسب تأييد الدول الكبرى، لتبدأ مرحلة الصراع بين الحركة الصهيونية والدولة العثمانية المتمثلة بالسلطان عبد الحميد الثاني الذي رفض قطعياً إعطاءه فلسطين، وكذلك بابا الفاتيكان الذي رفض أيضاً. هنا اقترحت بريطانيا عام 1900 إقامة دولة لليهود بأوغندا بشكل مؤقت على أن ينتقلوا لفلسطين لاحقاً، لكن المنظمة الصهيونية رفضت تماماً وأصرت على أرض الميعاد. توفي هيرتزل قبل أن يحقق حلمه، وعام 1917 صدر وعد بلفور بإقامة وطن لليهود بفلسطين، وعليه تأسست إسرائيل عام 1948 بفلسطين. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاهدة.